مراد اتأخر قوي.
ايه في الجو ده؟ بانسيون ياسمين. يا سلام هايله. بس مراد نسي النقطتين اللي تحت ليها. سلام عليك يا مراد، ما يعرفش يعمل حاجه دايما كده لوحده. عليك يا مراد كده تخطيني. مش عيب تبقي صاحبة بنسيون محترم وتخافي زي العيال الصغيرة؟ أعمل إيه بس يا مراد؟ البنسيون في حتة مقطوعة والجو النهاردة شكله يخوف أوي. ما أنا قلتلك ما سمعتيش كلامي. في حد عاقل يعمل بنسيون بعيد عن العمار بتلاتة كيلو؟ بذمتك مش حاسة بالندم؟ ندم؟ ندم على إيه بقى؟ على انك بعد ما ورثت الفيلا ما بعتهاش. كنا خدنا فيها قرشين كويسين بدل ما نعملها بنسيون. طبعا ما انت ما كنتش تحلم انك تبقى من اصحاب البنسيونات. ولا كنت احلم نبقى مرمطونات. لا بقى يا مراد، دي شغلانه محترمه جدا. وبعدين انت تعبان في ايه يا استاذ؟ ما انت سايب كل الشغل على دماغك. طب قولي لي اعمل ايه وانا مستعد اعمله فورا. اؤمري اشري. تحبي اجيب لك نجمه من السما؟ قولي وانا اجيبها لك. سلام عليك يا اخي. طب قول لي بقى حضرتك كنت فين لغايه دلوقتي؟ هو ده بقى المشوار الصغير اللي قلت لي عليه؟ هعمل ايه بس يا حبيبتي؟ ما انت شايفه الجو عامل ازاي؟ قولي لي انت عملت ايه؟ خرجت. انا مش قايله لك؟ خرجت رحت فين؟ رحت جبت حاجه حضرتك كنت ناسيها. حاجه ايه يعني؟ قول لي انت الاول، جبت شتلات الشجر اللي هنزرعها في الجنينه؟ ابدا. رحت المشتل ما لقيتش. وصفوا لي مشتل تاني بعيد عنه، رحت برده ما لقيتش. والوقت ضاع. يعني لازم شجر جزورينا؟ ما كفايه النخل اللي حوالين البنسيون. انا عارفاك انت ما عندكش مانع تزرع حتى بلح وجوافه. كوسه، باميه، قرنبيط، اي حاجه فيها فايده. ايه الجو؟ ماله عامل كده ليه يا ساتر؟ ده لو استمر بالشكل ده الواحد هيتجمد. انا متهيالي ما دام الدنيا مطرت يبقى اكيد الجو هيتحسن. على فكره مراد، احنا محتاجين لتكييف ضروري جدا. تكييف؟ طبعا. كيف؟ عشان ايه؟ عشان يدفي اوض الزباين. يا مراد احنا لسه في اول المشروع، لما الزباين بتوعنا يجوا عندنا ينبسطوا ويرتاحوا اكيد دي تبقى احسن دعايه. بس يا داني افتكر ان احنا ابتدينا بدايه كويسه. ايه يعني ما فيش تكييف؟ الدفايه موجوده. يعني ما عندناش طباخين. الشيف داني موجود. لو مش عاجبك يا استاذ غيرها. انا وانا اقدر اتكلم، بس لعلمك بقى انا اعرف اطبخ. احنا لو حبينا نطفش الزباين نخليك تطبخ لهم يوم. طب ايه رايك بقى ان انا لازم اطبخ لهم؟ بس نبلغ الاسعاف الاول. قولي لي ما حدش من الزباين جه؟ ابدا. ده حتى فتحية الشغالة يظهر كمان قلقت على اولادها فراحت تشوفهم. فتحية؟ عارف الست دي انا مش طايقها ليه؟ انا مش عارفة يا مراد، انت ليه مش مستريح لها؟ مش عارف، مش مستريح لها وخلاص، ليه ما اعرفش. دي مش فتحية وبس يا مراد. قصدك ايه؟ انت يا حبيبي بتكره الستات كلهم. نعم. انا؟ ايوه. معقول الكلام ده؟ ابدا. ايوه، دول زي ما يكونوا عاملين لك عقدة. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما تحاولش تنكر يا مراد، انت مجرد ما تشوف واحده ست وخصوصا يعني لو كبيره في السن حبتين وشك بيتغير وما بتبقاش طايقها. هلا؟
طب ودي حاجه تزعلك؟ المفروض انك انت تبقي مبسوطه. مبسوطه؟ اه طبعا. من ايه بقى؟ ان جوزك ما بيحبش يشوف غيرك. اه صحيح، هي يعني حاجه تبسط بس في نفس الوقت بتخوفني. خوفك؟ خوفك من ايه؟ منك يا حبيبي. انا ساعات اسال نفسي اشمعنى انا بالذات اللي اخترتها؟ ليه وشك ما اتغيرش اول ما شفتني؟ الله، وده سؤال برضو يا تهاني. ارجوك يا مراد، انا نفسي اسالك السؤال ده من زمان. انت ليه حبيتني؟ ليه حبيتني انا بالذات؟ الله، انت بتتكلمي جد بقى؟ طبعا. طب تسمحي تقولي لي انت بقى حبيتيني ليه؟ ها؟ مش هتعرفي تردي، مش هتلاقي جواب. لو سالتي اي اتنين بيحبوا بعض هما بيحبوا بعض ليه، مش هيعرفوا يجاوبوا. الحب ده هو الشيء الوحيد اللي ملوش سبب. برضه هربت مني. هربتش منك ولا حاجه. هربت مني تاني. انا هربت منك اولاني لما اهرب منك تاني. ايوه، هربت مني لما سالتك عن ماضيك، عن طفولتك، عن عيلتك، عن وظيفتك اللي كنت فيها واستقلت. حبيبتي الماضي خلاص ماضي وانتهى وراح لحاله. بلاش نبص لورا، خلينا نبص لقدام، مستقبل، الحاضر. المهم ان احنا سعداء مع بعض. مفيش فايده فيك يا حبيبي، انت كل مره تغلبني، كل مره انت اللي بتكسب. وانا وانت ايه يا حبيبتي؟ مش واحد؟ ادي احنا بقالنا سنه عايشين اجمل قصه حب مع بعض. فعلا يا حبيبي، السنه دي مرت عليا كانها يوم واحد. مفيش حد بيصدق ان احنا ما كناش نعرف بعض قبل الجواز. اسبوع واحد حبينا بعض واتجوزنا في اسبوع واحد. مش قلت لك ان الحب ملوش لا سبب ولا زمان ولا مكان؟ قولي لي، عجبتك اليافطه؟ ايوه، بس انت نسيت حاجه. ايه نسيت ايه؟ نسيت النقطتين اللي تحت ليه. اه صحيح، ثانيه واحده. مواسير التدفئه كمان يا مراد مش سخنه قوي، مستحيل انها كده هتدفي اوض الزباين. انت لازم تروح تشوف حكايه السخان ايه. سخان؟ عايز نخرج في الطرقه في التلج ده عشان نشوف السخان؟ يا مراد الشغل عايز كده عشان الزباين بتوعنا لما يجوا يلاقوا اوضهم دافيه. احنا الزباين بتوعنا كلهم ناس محترمين. محترمين؟ مش عارفك انهم محترمين. كل طلبات الحجز اللي جت بعد ما عملنا الاعلان من ناس محترمين. شوف يا سيدي. ها؟ عندك علويه هانم رستم. يا سلام، دي في اوضه نمره واحد. كويس. صلاح بي صابر، ده في اوضه نمره اتنين. الانسه نوال سعيد، اوضه نمره ثلاثه. المهندس خاطر السعداوي، اوضه نمره اربعه. اسامي، مجرد اسامي، محدش يعرف عنها اي حاجه. ازاي بقى؟ جايز الناس دي تيجي عندنا هنا تنام وتاكل وتشرب وبعد كده يسترسبوا واحد ورا واحد من غير ما يدفعوا الحساب؟ مش ممكن يا مراد. ايه رايك ناخد منهم الاجره مقدما؟ يا حبيبي مفيش لوكاندا او بانسيون بياخدوا الاجره مقدما ابدا. امال نضمن حقنا ازاي؟ الزباين دول مش هيجوا معاهم شنط؟ ايوه. خلاص مش هيخرجوا بالشنط الا ما يدفعوا الفاتوره. واحد خرج وساب لك الشنط. خلاص تبقى الشنط من حقنا. الشنط فاضيه. مش ممكن يا مراد، لازم تكون مليانه. مليانه طوب ودبش. سلام عليك يا اخي، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ما الواحد لازم يفكر في اللي هيحصل ايه. طب ممكن قوي واحد يجي هنا وينزل لعندنا تحت اسم وهمي، مش جايز؟ ايه يا مراد الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخي؟ حبيبتي لازم تفهمي ان في فرق بين البنسيون والاتوبيس. طب روح يا استاذ، روح بقى على اليافطه. حاضر. مفيش اي اوامر تانيه؟ يا حبيبي ما دام ما قلتلكش ادخل المطبخ يبقى مالكش حق الاعتراض. حاضر. سيداتي سادتي، جاءنا من المباحث الجنائية ما يلي: السيدة القتيلة تدعى صفية قنديل. السيدة القتيلة تدعى
كبيرين، وحول رقبته كوفية فاتحة اللون، ولقد قامت قوات الحراسة الليلية بمطاردة هذا الشخص، إلا أن غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية حال دون القبض عليه. ويضيف بيان المباحث الجنائية: إننا نريد بالإخوة المواطنين الإبلاغ فوراً عن أي معلومات بشأن هذا الحادث أو بشأن الشخص الذي أشار إليه البيان. أهلا بيك. باختصار شديد جدا، الجو برا فظيع شنيع، التاكسي مرضيش يوصلني لغاية هنا عند الناصية وستوب. ليه؟ المطرة مغرقة الدنيا، عاملة بركة قدام البنسيون، مستنقع في الشارع والشوارع كلها، والطريق اختفى لأنه مليان حفر ومية. أظن ليه ما فيش طريق مسافلت لغاية هنا؟ أظن دي أوحل منطقة في الإسماعيلية، ومش الواحد قطع نفسه بس من الطريق، لا الرملة نفسها الواحد قاعد يخوط فيها بعد ما بقى الطينة. وبعد كده اللانش اللي انا كنت راكبه مش تاكس، لانش بقى ماشي في المية عامل زي اللانش، المية بتطرطش حواليه بتطرطش. بس خسارة السواقين هنا دلوقتي ما بعرفوش يعوموا، ولا ايه رأي سيادتك؟ يا استاذ. نعم. يا استاذ ارجوك اديني فرصة بس اتكلم. ما تقوليش انت مين. انا اللي هقول. انت بنت صاحبة البنسيون؟ لا انا صاحبة البنسيون. صاحبة البنسيون؟ اي مش معقول، انا كنت فاكر صاحبة البنسيون دي واحدة عجوزة كركوبة تتكلم كلمة وتكح ربع ساعة، لكن انت ما شاء الله زي الورد. انما اخبار الورد ايه؟ انا احب الزهور الطبيعية، ما احبش الورد الصناعي ابدا، انا مش شايف ورد كتير. انتوا مش عارفين ان انا جاي ولا ايه؟ نجيب يا فندم ان شاء الله، بس اصل الجو بره يعني. لازم يكون في شويه فاكهه في اوضه السفره. هتلاقي يا فندم، هتلاقي عندنا كل حاجه ان شاء الله. اشوف بنفسي، انا ما الاقيش، اشوف بنفسي. في فاكهه، يا سلام، انا باين عليا هحب البنسيون ده، هغرق فيه لشوشتي، هموت في البنسيون ده. ولا ايه راي سيادتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. يا سلام، انا الجمال يعجبني، الذوق يأسرني، الإحساس يدوبني، الإنسانية تقتلني. هو الموبيليا اللي عندكم نوعها إيه؟ أنا أحب النوع الكلاسيك، على الله يكون عندكم حاجات مشغولة، خشب منقوش، قيمة. على مهلك بس شوية، هتلاقي عندنا كل حاجة، هتلاقي تحف كتير قوي في أوضة السفرة. في تحف في أوضة السفرة؟ أشوف أوضة السفرة، أموت في أوضة السفرة، وريني أوضة السفرة. هاني. يا سلام على الدولاب المنقوش في اوضه السفره، يجنن يهبل، تحفه فنيه، الخشب المنقوش فيه يجنن، بس الترابيزه اللي محطوطه قدام الدولاب الكبير ده نشاز في السيمفونيه، يا سلام، هي عايزه ترابيزه كبيره قوي. مراد جوزي. جوزك؟ اهلا، ازيك يا مراد بيه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك، فينك يا راجل من زمان؟ باختصار شديد جدا، الجو بره فظيع شنيع، ولا ايه رايك؟ كنا بنقول ايه؟ الدولاب الكبير الخشب المنقوش ده بنقول نشاز في السيمفونيه، يا سلام لو كان جنبه ترابيزه كبيره كده، ولا ايه راي سيادتك انت؟ مين حضرتك؟ انا خاطر السعداوي. ايه سيادتك مش واخد بالك ولا ايه؟ ده انا خاطر السعداوي، ما عندكش فكره؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. نمره اربعه؟ هو الناس عندكم هنا بالنمر؟ هو احنا مساجين ولا ايه؟
اسمح اطلع الشنطه في اوضتك. اتفضل. او او يا ريت يكون في الاوضه زهريه ورد بلدي. ما عندناش ورد خالص. خساره خساره كبيره قوي. يا ريت يكون في السرير يكون باربع عمدان خشب من نوع المنقوش. مفيش سراير خالص. مفيش سراير. قصدي سراير من غير عمدان. من غير عمدان. ايوه. اتفضل. اتفضل حضرتك. او او اتفضل. ما اظنش ان جوز سيادتك هيحبني ابدا يا فندم. طب وليه بتقول كده؟ لا ده مجرد احساس. انتوا متجوزين بقالكوا كتير؟ اصل هو بيغير عليك قوي. اظن ان يعني اسمحي لي انا احب الراجل الحمش الغيور. اسمحي لي اسالك سؤال. انتوا سعدة مع بعض؟ طبعا من يوم ما اتجوزت مراد وانا عايشه معاه في شهر عسل على طول. معقول؟ طبعا. لا ما تضايقيش مني، اصل انا احب الناس واحب اطمن على احوالهم. انا انسان جدا، واشوف في كل انسان لمحه من الجمال والشعريه. بس في انسان ما عندوش ريحه الجمال ولا الشعريه. لا 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 ما تظلميش البشريه. لو سيادتك دققت شويه هتلاقي في كل واحد لمحه من الجمال، لمسه من الشعريه. عندك مثلا الناس اللي بيستشفوا افكار غيرهم، دول فنانين 100%، وفي فنانين بيحس بافكار غيره ويترجمها لفن، تمثيل، لوح، تماثيل، حاجات، الوان، حيوانات. حضرتك فنان؟ لا انا مهندس. انا والدي الله يرحمه سماني على اسم مهندس مشهور ابي، كان نفسه وامله ان انا ابقى زيه. مش بعيد ابدا ان اسم خاطر السعداوي يبقى له شأن في الهندسه. انا اعترف لك يا مدام ان انا حبيت، يعني انا باختصار اعترف لك يا استاذ مراد ان انا فعلا حبيت البنسيون بتاعكم ده. ليكوا حق تسموه بنسيون ياسمين لانه جميل زي وش مراتك. متشكر. انت متشكر ولا بتقولها كده؟ اقولها كده ازاي؟ بقول لك متشكر. لا انا باختصار راجل يعني صريح ومختصر، يعني انا بقولها لك كده على طول يعني. سيادتك ما شفتش الاوضه؟ مش شوفها يمكن ما تعجبكش. لا بصراحه اصل مراتك شيك وانسانه وعظيمه وحلوه قوي. افتكر حضرتك عايز تتفرج على الاوضه. خساره كبيره قوي. ليه الست الشرقيه بتتضايق من اي مجامله راجل ليها؟ الست في اوروبا غير كده. مفروض انك ما تتضايقيش من اي مجامله، تسعدي، وخصوصا انك بقيتي مديره اوتيل، يعني من رجالات الاعمال، بزنس مان. لازم تعودي نفسك وتعودي ودانك على الكلام الحلو. دي مجرد نصيحه. متشكرين قوي على نصايحك الغاليه. اتفرج بقى تشوف الاوضه. اتفضل يا استاذ على اوضتك. انت اللي هتوريها لي. ايوه اتفضل. اتفضلي عن اذن سيادتك. ده بنسيون ياسمين. بنسيون ياسمين مش كده؟ ايوه يا فندم. حضرتك ما قريتيش اليافطه اللي على الباب؟ الوي يا رستم، انا طلبت حجز اوضه بالتليفون. ايوه حجزنا لحضرتك اوضه نمره واحد.
لو سمحت الشنطة الكبيرة بتاعتي موجودة تحت، سبتها مع واحد اسمه صلاح صابر، ضابط متقاعد، أظن نزل معايا هنا في نفس البانسيون. أصله جه معايا في نفس التاكسي. أيوة، حجزنا له أوضة نمرة 2 اللي جنب حضرتك على طول. لازم. أنا ما عنديش فكرة عن نمرة أوضته، أنا ما سبقليش عرفته قبل كده. أزمة التاكسيات بتخلي أكتر من واحد يركبوا تاكسي واحد. إحنا الاثنين شاورنا نفس التاكسي وركبنا نفس التاكسي، حتى الأزمة هنا موجودة في الإسماعيلية، أنا دفعت الأجرة كاملة. وظن هو كمان دفع الأجرة كاملة. ايوه تمام كده. اجيب الشنطة. وعرفت في التاكسي انه نازل هنا في نفس البانسيون. ايه الجو الفظيع ده؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. الو يا رستم. حصر عليها حصر عليها حصر عليها حصر عليها. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. احنا حجزنا لحضرتك اوضه نمره 1. ايوه جوزك قال لي. مش جوزك برضو اللي كان هنا دلوقتي؟ ايوه. غريبه. هو ايه ده اللي غريبه؟ انت وجوزك اصحاب البانسيون ده؟ اي وهي دي غريبه. ايوه اصلكم لسه شباب، والشغلانه دي عايزه ناس عندها خبره طويله قوي. يا فندم احنا بنعمل كل جهدنا، وان شاء الله حضرتك تلاقي عندنا هنا الراحة والهدوء. مش باين، ربنا يستر. اهلا وسهلا. فضل يا فندم فضل. اهلا وسهلا يا فندم. صلاح بيه صابر، ضابط متقاعد. تاني مراتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. المطرة الليلة ما حصلتش ابدا، لو زادت عن كده بيتكم هيبقى زي الجزيرة. مراد الباشمهندس خاطر عجبته قوي الأوضة نمرة 1 عشان لقى فيها زهورية ورد. أيوة. فممكن بقى مدام علوية تاخد أوضة نمرة 2. و سيادة العميد. عميد متقاعد صلاح صابر. أهلا وسهلا. سيادة العميد متقاعد ممكن ياخد أوضة نمرة 4. إلا إذا كان في اعتراض عند حضرتك. لا أبدا مفيش أي اعتراض، مدام الأوض زي بعضها خلاص. لا هي زي بعضها فعلا يا فندم. تسمح طلع الشنط؟ اتفضل. اتفضل يا فندم اتفرج على اوضتك. ده مجهود كبير قوي. يا فندم احنا لسه في اول المشروع، وان شاء الله لما المشروع ينجح هنجيب ناس متخصصين في كل حاجه. غلط يا هانم غلط. حضرتك علشان تعملي مشروع زي ده لازم الاول توفري السفرجيه والناس اللي هيقوموا بخدمه الزباين المحترمين. توفير الخدمه الممتازه اولا والنجاح ثانيا، مش العكس يا هانم. واظن مفيش حد نازل في البانسيون غيري انا والكابتن صلاح. لا يا هانم في ناس كتير. حصر عليها حصر عليها حصر عليها حصر عليها. انا احب الاغاني الحزينه خصوصا الاغاني فيها موت. حكايه الموت معايا حكايه طويله. الباشمهندس خاطر السعداوي، مدام علويه رستم. تشرفنا. ايه رايك في جمال وشاعرين البنسيون ده؟
أنا ما أقدرش على أحكم على الأشياء بمجرد النظر. أنا لو حكمت على الباسيون ده بمجرد النظر كنت مشيت بعد دقيقة واحدة، لأن دي أول مرة في حياتي أشوف بانسيون ما فيهوش جرسونات ولا حد يقوم بخدمة الزباين. الظاهر إن إحنا انخدعنا في الإعلانات اللي عملوها. مفيش أي حاجة تغصب حضرتك إنك تستني في مكان مش عاجبك. طبعاً إذا كنت اتخدعتي في الإعلانات زي ما بتقولي، أنا ممكن أحجز لك أوضة في أي أوتيل يعجبك. استنى بس يا مراد، وأجيب لك تاكسي لحد هنا كمان أوصلك لغاية هناك. ولعلمك بقى إحنا هنزود الأكرة من بكرة. أنا هجرب الليلة وبكرة هعيد نظر. هتجربي؟ أيوه. حسرة عليها يا حسرة عليها يا حسرة. بس لو سمحتي تعالي معايا عشان أنا عايزة أشوف الأوضة ومش عارفة طريق. اتفضلي يا فندم. برافو عليك يا مراد، هاي اهل زي دي ما تتعاملش الا بالشكل ده. طبعا بس خد بالك مش دايما الكلام ده، الزبون دايما على حق. لا برافو عليك يا مراد، حبست دمها. وليه يا ما عندهاش ريحه الشعريه؟ يا ساتر، انا كرهتها من اول نظر، حاجه تقرف. ده الحقيقه كان لازم تاخدها هي وشنطها وتلغوصها في المطره وترميها في الطينه. مش هي بس اللي كان ممكن اعمل معاها كده، اي حد يعلي صوته هنا في البنسيون اعمل معاه نفس الحكايه. ايه رايك بقى؟ نعم. ها هاي هاي عربيتي غرزت ستين، فاضطريت اسيبها. ما فيش حاجه شنط تانية في العربيه اللي غرزت دي؟ لا انا لما بسافر ما بحبش اشيل حاجات كتير، ما فيش غير الشنطه دي وبس. دي بس؟ دي بس. اهلا، كنت فين؟ حاجه جميله قوي نتدفيه. ولا ايه ده؟ ايه البرد ده؟ انا عمري ما شفت برد بالشكل ده. يا ترى في اخبار تانية في الجرايد غير اخبار الاحوال الجوية؟ مفيش، بيقولوا ان جرائم القتل اللي حصلت مجرم واحد هو اللي عملها، بيقولوا كمان انه عنده عقدة من الستات ومصاب بنوع من الجنون علشان كده بيقتله. لكن انا متهيألي اخبار الجرائم والقتل. يا ترى كاتبين عن اخر جريمه؟ الست اللي هو مخنوقه في اول صفحه. اتفضل اقرا. مش شك البوليس يبحث عن شخص شهد على مقربه من مكان الحادث، يرتدي معطفا داكن اللون وكوفيه فاتحه اللون وبيريه، وقد أذيعت أوصاف القاتل أكثر من مرة في الإذاعة. بس الأوصاف دي مش محددة، تنطبق على أي حد. كل الرجالة في البرد ده يشبهوا بعض، كلهم لابسين بلطو كوفية. هي الست اللي قتلت دي اسمها ايه؟ اسمها يا سيدي صفية قنديل. هي كبيرة في السن ولا صغيرة؟ وانا اللي كنت قتلتها؟ مش مكتوب عندك في الجورنال؟ طيب استنى، مش كاتبين حاجة عن سنها. هما يا هو بيقول لك يا سيدي، ايوه اهي، القتل ما كانش بدافع السرقة،
اظن القاتل عنده عقده من الستات علشان كده بيقتلهم. تهاني مراتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك انسه. نوال سعيد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. لو حبيتي تتفضلي في اوضتك اتفضلي مفيش مانع. لو حبيتي كمان تاخدي حمام سخن اعمل لهم لحمه بارده وافتح علبه بسله اعملها سوتيه. احنا عندنا هنا بطاطس ومكرونه كمان مش كفايه؟ لا كفايه قوي. كويس خالص بس اعملي حسابك المطره لو طولت عن كده مش هنلاقي ناكل. انا مش هاممني غير الست دي اللي اسمها علوية قليطه كده ومنفوخه على الفاضي اكيد مش عاجبها اكلنا. قولي لي عندك عقده من الستات؟ وانا لو عندي عقده من الستات صحيح يبقى من ست زي دي. ايه رايكم في قرص عجه؟ عندكم بيت؟ البيت كتير في التلاجة. سيبوني بقى اعمل لكم العجة، هعملها بالبصل وحبشها بالثوم. عندكم صلصة، عندكم مستردة، عندكم كرفس، بقدونس، جرجير. ليه ده كله؟ هحط شوية على العجة وشوية على البسلة السوتيه وشوية على اللحمة الباردة، تبقى لذة، تبقى روعة، تبقى جنان. وروني سكة المطبخ، الإلهام هينزل فيا عليا هناك. اتفضل اتفضل. تاني. ما تخافش يا مراد، أنا هدبسه في الأكل واجي. ما تخافش يا مراد هي هتدبسني في الاكل واجي. انا عايز اعرف انت ليه خليتيني كذبت على الزباين وقلت لهم ان الاوض كلها زي بعضها؟ قصدك ايه بقى؟ باين عليه نصاب ولا حرامي هيجي هنا ياكل ويشرب وينام وبعدين يهرب. لا 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 يا مراد بلاش سوء الظن ده. ده شخصيه لطيفه جدا. اما اللي اسمها نوال سعيد دي شكلها مش طبيعي ابدا. تصرفاتها كده حبيبي مش طبيعي. صوتها شخصية غريبة. مش قلتلك نبيع الفيلا احسن؟ بس متهيالي بقى يا مراد ان كابتن صلاح ده الطفهم. وفعلا راجل ظريف بس الانسة نوال دي باين عليها زي ما اكون عاملة عاملة. لا يا مراد مش للدرجة دي. ايه ده؟ يا ترى مين؟ عدم المؤاخذة أنا فين؟ ده في بنسيون ياسمين. بنسيون ياسمين؟ أيوة. أهلا وسهلا. ده أنا حظ بوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا أصلي مخي ناشف
الجماعة في البلد قالوا لي بلاش تسافر لإسماعيلية بالعربية. قلت لهم ما تخافوش، ده عربية آخر تمام وآخر موديل. ما عودتهم، ركبت العربية وعلى الإسماعيلية. وعندك يا حلو في نص السكة والمطرة قالت فينيا وجاعة، وصلت حدا الناحية دي بالطليل وبضرب فرامل، العربية غارزة ورأسها وألف سيف ما تتعدى، خدتها من قصيرها وركبت فوق عربية لوري شايلة سبخ لغاية العمار. إلا حداكم مطرح ليه؟ أيوة طبعا فيه موجود، بس في الحقيقة أنا خايفة أحسن الأوضة اللي فاضلة عندنا ما تعجبكش، أصل الأوضة اللي فاضلة صغيرة قوي. ليه؟ عندكم زمان كتير؟ في الحقيقة احنا لسه فاتحين البانسيون النهاردة بس. علي العال، أنا أحب كل حاجة جديدة. سيادتك معكش غير الشنطة دي؟ معيش غير الشنطة دي، بقية الشنط سبتها في العربية، لكن اطمئن سجرتها كويس من جوا. أنا ما اطمنش بقى لما كل الشنط تيجي هنا. هو في حرام الليل هيستأجر يخرج من بيته؟ وبعدين أشيلهم كيف؟ وإن كان علياني مش هحتاج أياتها حاجة أكتر من اللي في الشنطة دي. نعم أيوة زي ما بقول لكم كده. طب فضل حضرتك ارتاح هنا بقى، أنا ما جهز لك الأوضة، أصل الأوضة اللي عندنا بحري وبقية الأوض كلها مشغولة. ليه؟ عندكم زمان كتير؟ أيوة طبعا، احنا عندنا علوية هانم رستم وصلاح بيصابر والأنسة نوال سعيد والمهندس خاطر السعداوي وانت. يبقى الضيف اللي ما كانش على البال، الضيف اللي ما كانش في الحسبان، الضيف اللي لسه واصل. تسمح؟ أنا مين؟ ما تعرفوش، لكن أنا زي ما أنتم شايفين كده موحل ومطيب، بان عليكم مش مبسوطين مش كده؟ تسمح؟ أنا مين؟ ما تعرفوش. جاي منين وليه؟ برضو ما تعرفوش. أنا الرجل الغار. تسمح البطاقة؟ سبتها في العربية هي والرخص. مش هطول عليكم، انتم حداكم اربع زباين وانا الخامس، خمسة وقفلنا على كده، لا حد هيدخل ولا حد هيخرج، مفيش لا جزار ولا فران ولا بسطجي هيعتب هنا، مفيش جنس مخلوق هيعتب حدا الباب. ما تخافوش كده، العمر واحد والرب واحد. نسيت اقول لكم اسمي، محفوظ ابو رواش من اعيان وجه جبلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا مراد. تشرفنا. تهاني مراتي. انعم واكرم. صلاح صابر. انعم واكرم. عميد بوليس متقاعد. انعم واكرم. هو دي غايه المراد. هو ايه اللي غايه المراد؟ بنسيون في حته مقطوعه، لا حد يدخل ولا حد يخرج، ثلاث ستات وثلاث رجال وظابط متقاعد، يقدر الواحد يقضي ليله هاديه وهو مطمن. يبقى ده ملوش